تعرف على برنامج الامتي فور على أجهزة أبل. قم بالدخول على أبل ستور وابحث عن ميتا تريدر 4، ثم قم بتنزيل البرنامج وفتحه. ستظهر أولاً صفحة طلبات الأسعار لجميع المنتجات المتاحة على المنصة. لتتمكن من رؤية تفاصيل المنتجات، اضغط على تبويب متقدم من أعلى الصفحة. انقر هنا أسفل الشاشة لتطلع على الرسم البياني للمنتجات. بإمكانك تغيير المدة الزمنية إلى الوقت الذي تحدده بالنقر هنا أعلى الشاشة. من خلال أيقونة الأف أي فانكشن يمكنك إضافة المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط فيبوناتشي وغيرها. صفحة التداول تمكنك من الاطلاع على تفاصيل الحساب مثل رصيد الحساب، رأس المال الحالي، الهامش، الهامش الحر ومستوى الهامش. في تبويب التاريخ ستظهر جميع صفقاتك السابقة ورصيدك بالإضافة إلى رصيد الحساب، الأرباح والإيداعات والانسحاب. كما يمكنك تحديد الفترة الزمنية من الشريط أعلى الشاشة أو قم بالنقر على مخصصة لتحديد مدى زمني معين. لتتمكن من تسجيل الدخول انقر على الإعدادات أسفل الشاشة ثم حساب جديد. اختر تسجيل الدخول لحساب حالي وابحث عن Equity Group Demo. أدخل رقم حساب الديمو الموجود في بوابة العميل الخاصة بك وكلمة السر. اضغط على دخول. ابدأ التداول اليوم وانضم إلينا من خلال الرابط في صندوق الوصف.